جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أردت أن أسافر إلى بلد وأقيم فيه شهرين، كم المدة التي يجوز لي فيها أن أقصر الصلاة وفقكم الله؟ إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام في بلد أو في بر أو في أي مكان في أثناء سفرك، وجب عليك إتمام الصلاة لأنك أصبحت مقيما وانقطع السفر في حقك. نعم.